أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة كالمعتاد، ولكن مدرستنا ورسالتنا من خلال شاشة القناة الأولى إنك أنت تقدر تعمل الأكلات اللي نفسك فيها بتكلفة قليلة جدا. معنا رز مصري، معنا أرنبيط من خير أرضنا، معنا لحمة مفرومة. مدرسة المقلوبة لازم تتعامل يا إما بالدجاج يا إما باللحمة بالبتنجان والكلام الحلو اللي إحنا عارفينه، ولكن معايا لحمة مفرومة النهاردة هنعملها مقلوبة مع أرنبيط. أكيد دي مدرسة مغازية، هنشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. معانا عدلها سلطة الزبادي بالخيار. مدرسة الزبادي بالخيار، يا إما الخيار نبشره يا إما يتقطع مكعبات، ولكن مشكلتنا مع سلطة الزبادي دايما بيبقى فيها مية بعد ما بنعملها. هنشوف نعملها مع بعض إزاي بطعم التوم والنعناع. معانا شوربة النهاردة علشان أيام الشتاء، واحنا طبعا البرد بيحب انواع الشرب. البروكلي بالجبنه شوربه لطيفه وجميله لها مذاق خاص، بما ان البروكلي بيعتبر الزهره الخضراء زيه زي الارنبيط، ولكن الفرق بينهم اللون. خلينا ناخد بعضنا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بيسألونا على السوشيال ميديا ايه المقلوبة دي؟ بنتفرج على تفاصيل في التليفون بتاعنا على اليوتيوب على الانستجرام، بنشوف وصفات للأكل، بنشوف أطباق بتتعمل مقلوبة. في الريف المصري والصعيد المصري خلوا بالكم المقلوبة دي مكوناتها تحت إيدك، أساسها الرز المصري، ما تتعملش غير بالرز المصري والأرنبيط أو البتنجان. أنا هعملها النهاردة بمدرسة تانية خالص. معانا لحمة مفرومة، لا هبر ولا صدور فراخ ولا فراخ. هنشوف مقاديرها على الشاشة. مقلوبة باللحمة والأرنبيط. معانا لحم مفروم كندوز، نسبة الدهون تقريبا فيه تتعدى 20%. معانا أرنبيطة حلوة لونها أبيض جميل، ورز مصري، وصوص طماطم أو طماطم مضروبة في الخلاط، معلقة سمنة بلدي حلوة، بصلايه، تومايه، شويه بهارات، اساسي فيهم الكمون، بما ان الارنبيط له مشاكل مع الكولون والناس اللي بتعاني من مشاكل الكولون، فالارنبيط هنا الكمون معاه لطيف وجميل بيمنع مشاكل الكولون. ده الكمون. تعالوا شوفوا مع بعض نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بعصج اللحمه المفرومه. بجد يعني مش هتحط لحمه مفرومه زي ما هي كده، لازم تتعصج، يعني تتعمل زي كانك هتعملي فطاير او هتعملي مكرونه بالبشاميل. معلقه زيت صغيره كده بتسخن معانا، حلو، معانا بصل، معانا توم، بصلايه حلوه، شويه توم مفرومين، حلو. نبدا الاول نحط البصلايه بتاعتنا على النار، تاخد لون الكرمله كده وتبقى لطيفه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكل ده كده. خلي بالك البصلاية لما تاخد لون هتدي طعم للرز، لان دي لازم تغلي عشان ناخد طعمها. ناخد البصلاية الحلوة دي كده يا عم الشيف ونحطها هنا في الزيت، حلوة، ونصبر عليها شوية، حلو، ونسيبها شوية كده. نحط فيها عود نعناع حلو عشان وانت واقفة في المطبخ عينك ما تدمعش. العين لما بتدمع بتدمع من الفرح، حلو. بصلايه حلوه زي دي كده اهي، ونحط في قلبيها النعناع بس. خلاص هناخد الارنبيط بتاعنا، اللهم صل على النبي، بنسقطه فين؟ في قلب الزيت زي ما هو كده. زلزال، حلو قوي، الله، كفايه دول، كفايه دول، زي الفل. هنخلي الارنبيط ده يتحمر شويه،
نمسك البصايه الحلوه بتاعتنا دي نشوف اخبارها ايه. دي البصلايه اللي احنا هنعملها مع المقلوبه. ودايما لما بتيجي سيره المقلوبه ونيجي نعمل المقلوبه دايما نتسال من المخرج الجميل يا مغازي. نعم يا غالي. ليه سموها مقلوبه؟ سموها مقلوبه عشان دي بتتقلب في الصينيه بعد ما بتتعمل، بعد ما بتستوي. لحم مفروم زي ده كده بالشكل ده كده اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط البهارات بتاعتنا، شويه بهارات بقى من اللي ايه، من اللي انت بتحبيها. شويه بابريكا حلوه كده، ممكن شويه كركم حلوين، شويه كمون دول اساسي. شفت ازاي اللحمه خدت لون حلو؟ تمام. اساسي الفلفل الاسود بتاعك الحلو، تمام يا عم الشيف، والملح اللطيف حلو مع الزبده اللطيفه. ونغطي الحله بتاعتنا دي كده. مش هتقلب اللحمه يا شيف؟ لا لا، دي مدرسه تانيه خالص. هنغطي اللحمه دي كده ونسيبها. يلا بينا. حلو الكلام. اخبار الارنبيط ايه؟ طبعا هنا موضوع تحمير الارنبيط مهم جدا. خلي بالك لما بتحط الارنبيط في الزيت ويتحمر بيبدا ان هو ايه، يخس شويه طبيعي. بصي كانت مليانه. لان طبعا لما بيتحمر بالشكل ده كده تمام. خلي بالك لما تيجي تقطعي الارنبيط وتحمريه خليها قطعه كبيره اللي هي الزهره يعني، لانها بتيجي كبيره. ولما تيجي تشتري الارنبيط لازم تشتري الارنبيطايه اللي هي شايفاها ايه، لونها حلو. خلونا مع بعض نشوف مقادير شوربه البروكلي تتعمل ازاي. مقاديرها على الشاشه. كمان شوربه البروكلي فيها شغل حلو. معانا بروكلي ومعانا جبنه شيدر. نحط الجبنه الشيدر جنب البروكلي، ايه رايكم حبايب المصورين الاساتذه فرسان التلفزيون المصري؟ معانا تومه حلوه، معانا معلقه من الزبده، وتعالوا نشوف ازاي نعمل شوربه الارنبيط بالجبنه وتبقى فيها الخيوط العنكبوتيه، والاطفال بيحبوها على فكره، وانا شخصيا بحب شوربه البروكلي، لطيفه وجميله. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار. حلو. الطاسه دي بنحط فيها يا عم الشيف معلقه زيت صغيره. خليكي مش غريب انك انت تشتغلي في كل حاجه واحنا واقفين. عادي. يعني نخش على الطبق الثاني واحنا شغالين مع بعض، وده الطبيعي عشان نكسب وقتنا واحنا شغالين مع بعض. بصلايه نحمرها كده. هنا النار شديده حلوه قوي. انا بحب اشتغل والنار ايه تكون شديده. وخمسك البصلايه كده ما خليهاش تاخد لون، عكس البصلايه بتاعت المقلوبه. لان لو خدت لون لون الجبنه معايا هيتغير وطعم الجبنه هتتغير. بنحط معلقه ثوم، قليل من الزبدة يساعد على احمرار البصلة والتومة، ونقلبهم كده مع بعض. شوية زعتر حلوين، مفيش كمون هنا بقى ولا كزبرة، هو زعتر وفلفل اسود وبس. دي في الشوربة. بصلية تاخد لون مع التومة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اخبار اللحمه ايه؟ عينيه. تبص عليها، بص عليها. انا اقدر اقول لك لا؟ بص على اللحمه المفرومه. الله، دي اللحمه بتاعت المقلوبه. انا مش عايزها تفلفل جامد، يعني تبقى زي الكفته كده او زي داوود باشا، تبقى ايه قطع قطع زي ما انا عملتها كده. عشان تبان في الرز. شفت البصلايه؟ الله، خدت لون ازاي اللحمه وخدت طعم حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هناخد اللحم ده مع البصل ده
ونخليه على جنب. ننزل بيه المية. الله الله، بس خلاص. البروكلي بتاعنا جميل الحلو. شوربة البروكلي. نعم يا غالي، والله ممكن ان احنا لك سؤال حلو. بقولي الشيف دي كبيرة قوي على بق الاولاد والاطفال. ده ممكن في طريقتين، يا اما نخفقها بالمضرب، يا اما ان احنا بعد دي ما بتستوي بتتكسر لوحديها، عشان نبقوا عارفين المدرسة يعني. دي حبات البروكلي هنخليها في قلب النار كده، وهنعمل حاجة لطيفة واحنا شغالين. معانا اللحم المفروم اللي اتعصق ده، هناخده ونحطه في الكسرولة دي عشان لينا شغل مكان تحمير اللحمة. ده اللحم بتاع المقلوبة في نفس الطاسة. في نفس الطاسة يا عم الشيف. اللحم ده هنخليه على جنب كده، ونفس الطاسة مش هغيرها. كل اللي أنا هعمله هاخد صوص طماطم أسقطه هنا. شفت الشقاوة؟ هو ده. وتبله بالملح والفلفل والبابريكا، ونسيبه على النار ياخد غلوة، ونستأذن مخرجنا الجميل على ما صوص الطماطم ده يتسبك بتاع المقلوبة. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. شفت صوص الطماطم مكان تحمير اللحمة؟ أكيد له طعم تاني وله مذاق تاني. خلينا ناخد بعدها ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف المكونات الثلاثة: القرنبيط، صوص طماطم، لحمة بطريقة جديدة. هنعمل المقلوبة ازاي؟ اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتأكيد صوص الطماطم لما بيتعتق أو يتسبك على النار بيبقى له مذاق وطعم تاني. نعم عينيا يا غالي أهو، حاضر. شوف القرنبيط، يعني إحنا طلعنا وإحنا مش معانا القرنبيط. التحميرة دي نقف عندها شوية كده ونعد على صوابع إيدينا الخمسة. القرنبيط اتحمر بالشكل ده كده، ونعد على إيدينا صوابعنا الخمسة. إيه هي؟ قرنبيط بالطحينة، قرنبيط بالزبادي، قرنبيط بالثوم وزيت الزيتون. سلطة لطيفة جميلة. ممكن القرنبيط بنفس الطريقة يتعمل المقلوبة اللي هنعملها دلوقتي. ممكن انا يخرط القرنبيط بالطماطم وهكذا. طالما اتحمر ووصل للدرجة دي من التحمير تقدر تشغليه خمس أصناف. هناخد مع بعض القرنبيط واللحمة المفرومة بتاعتنا اللي احنا عصجناها، وصوص الطماطم اللي متسبك عندي، ونقف هنا في محطة الإبداع. حلو قوي. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ في قلب الصينية اللي نشتغل فيها بنحط مكعبين من الزبدة، نقفل الزيت ده كده، ونحط الشوربة دي هنا مع بعض واحدة واحدة. دي معلقة زبدة حلوة. دايما المقلوبة بيبقى لها شكل لما بنقلبها، فنحافظ على الشكل ده واحنا واقفين مع بعض كده. معانا فلفل اخضر، اللهم صل على النبي. هناخده كده ونرص كده. شفت الجو ده حلو؟ وده كمان نرسمها بقى عشان لما تتقلب تبان حلو. معانا فلفل احمر يهمني الشكل بتاع المقلوبة بعد ما تتقلب، فعشان كده بنرسمها. وعلى فكرة المقلوبة من الأكلات الجميلة المفضلة عند إخواننا الشوام في لبنان، في سوريا، في الأردن. شفت الجو ده كده؟ هو ده يا عم الشيف. كده الرسمة بتاعتها. عندنا كمان بصل،
شغل كتير في الارض في المقلوبه دي. اهو شرايح من البصل ناخدها نحطها كده. دي مضايقاك؟ شيلها. حاضر يا فندم. بسمع الكلام انا، ايه رايك مخرجيه؟ جميل انت، وبقرا فكرك وبقرا دماغك. شفت الشكل الحلو ده كده؟ حلوه. ومعانا لحمه مفرومه، اللحمه هنا متعصجه بشكل تاني خالص، تحس ان هي عامله زي الكفته اهي. نحطها كده، مش علشان لما تعملي مقلوبه لازم تجيبه هوبر، لا، انت عملت اللحمه المفرومه بالشياكه دي. اه زي ما انا شغال كده. معانا الرز المصري بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. ومعانا صوص طماطم لطيف وجميل بيتسبك على النار. بمسك الرز ده واحله شويه في صوص الطماطم. شفت الشطاره؟ يعني احله شويه، يعني اخليه شويه يستوي مع قليل من الماء. تقوم المقلوبه ما تاخدش وقت كبير منك. دي مدرسه. المدرسه التانيه ايه؟ ان الرز بينزل ني مع الخضره واللحم والقرنبيط، وتصبري عليها شويه. انما انا معايا مخرج ومعايا فريق عمل، التزم بالوقت وعايز المقلوبه تستوي بسرعه. وانت ممكن برضو تكوني مستعجله مش عايزه تقف في المطبخ كتير ومستعجله على الغدا، فتعملي الحركه الحلوه دي واللطيفه دي بتنجزك. الرز على النار اهو بيستوي شويه مع الملح مع البهارات، واسيبه على النار شويه. حلو الكلام لغايه كده، احنا زي الفل. حط لحمه كده، معانا قرنبيط بحط كده. شفت انا برص ايه دلوقتي؟ برص القرنبيط في قلب الصينيه بالتفاصيل اللي شفناها مع بعض. لما نيجي نقلبها بقى نشوف التفاصيل دي كلها. عندنا الرز، فكره انك انت تساوي الرز شويه دي مهمه جدا على فكره. عارفه ليه؟ هتوفري على نفسك وقت. هناخد الرز كده. نعم يا مخرجنا. اقول لحضراتكم المخرج بيقول لي ايه؟ بيقول لي ينفع نعملها بالمكرونه؟ طب اقول لك ايه؟ خليك في الاخراج بس وخلاص، انت حبيبي. ما تنفعش مقلوبها بالمكرونه، دي اسمها اكله يعني من المطبخ الليبي، بس طبعا الموضوع مختلف يعني. اسمها المبكبكه. دي لازم رز مصري، مقلوبه نعملها في لبنان، في سوريا، في الصين، في اخر بلاد العالم، لازم ولابد الرز المصري. عشان ما نخترعش فيها بس. المكرونه يا قال. معانا اللحم. الله الله. ده الا شويه البصل دول اللي باقيين من اللحم، دول اهم حاجه عندي. حط عليهم الرز ده كده، شفت الشيف بقى لما بيشتغل ويعمل اكله محرمشه؟ اه هو ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد التقليبه الحلوه دي كده. شفت اللحم المفروم ده؟ هو ده. اه. والقرنبيط ده درجة حرارة الفرن عندي اللهم صل على النبي 180. ايه الجمال ده؟ تاكلي صوابعك وراها، عد صوابعك وانت بتاكليها. مقلوبة على طريقة المغازي باللحم المفروم. ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ. هناخد المقلوبة دي يا مخرجنا يا جميل ونغطيها وندخلها الفرن في درجة حرارة 180 زي ما هي كده. اه. السؤال هنا بقى اللي بتتسأله دايما، دي مكانها فين؟ أرضية الفرن ولا على الشبكة؟ طبعا بالتأكيد في أرضية الفرن. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اللهم صل على النبي. مقلوبة في قلب الفرن أكشفها؟ حاضر يا فندم. نكشفها. ما ينفعش تطلع بقى كده أهو. أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة، إيه الجمال والحلاوة دي؟ الإبداع الطهوي بمكونات بسيطة وسهلة، عملنا أكلة من المطبخ الشامي، أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيرة
ولكن المعنى كبير والطعم جديد. كلنا بنعمل سلطة الزبادي بالخيار والثوم والنعناع. هل تساءلنا في مرة من المرات قلنا بنحط نعناع ليه على سلطة الزبادي اللي هي بتحط لها ثوم وخيار؟ آه حلوة، برافو عليك يا ست الكل يا أمرايا. ليه؟ عشان ريحة الثوم لما ناكل السلطة دي، دي سلطة لطيفة جميلة فيها ثوم، فيها زبادي، فيها خيار. ولكن مشكلتنا مع السلطة دي دايما الخيار بينزل ميته. فتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. أول حاجة بجيب مضرب، بناخد الزبادي الحلو ده كده، بتجيب العرض اللي هم ست علب مع بعضيهم. السلطة دي على فكرة مع المقلوبة حلوة قوي، مع الكبسة حلوة قوي، مع البرياني حلوة قوي، مع المجدرة. هتقولي لي يعني ايه المجدرة؟ دي عدس بجبة او العدس الاسمر مع رز، حلوة قوي. فهي مع رز بالخضار حلوة قوي، رز بالمكسرات حلوة قوي. السلطة دي لها فوائد كتير قوي. رقم واحد، بتساعد على الهضم. رقم اتنين، بتفتح الشهية على السفرة بتاعتنا. رقم ثلاثة، قيمتها الغذائية عالية جدا. فاحنا حطينا الزبادي، بنحط معاه شوية ثوم حلوين، والثوم ده اختياري على فكرة، ممكن ما تحطيش خالص زي ما انت عايزة، ده اختياري برضو، بس هي بالثوم بتبقى لطيفة وحلوة. بنحط شوية الملح الحلوين، معلقة زيت زيتون لطيفة وحلوة بتدي لمعة في البداية، وفي الآخر بنزينها بزيت زيتون. الله على زيت الزيتون، قوام شكل حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا نعناع يابس اللي هو بيتجاب ويتنشف ويتحط. انا مش بحب مع سلطة الزبادي النعناع الاخضر، بحب النعناع الناشف ده. بس اقول لك على طريقة حلوة كده، وانت بتحطيه في كف ايدك اعمل الحركة دي، الفركة دي اهي، شفتي؟ بينزل ناعم قوي. نعناع يابس اهو، ده بيتجاب من عند العطار، او انك انت بتجيبي حزبتين نعناع حلوين من الراجل اللي واقف في الاشاره، الراجل الطيب، بتاخديهم تنشفيهم وفي الاخر بتحملهم بالشكل. الله، عندك حد حبيبك في مطروح؟ انا دايما بعشق النعناع اليابس او النعناع اللي بيجي من مطروح، له طعم وله مذاق خاص بجد والله. ده النعناع مع الزبادي. ننزل بالخيار المبشور. انا بقى من هواة ان الخيار ما يتقشرش لما نيجي نعمله سلطه، يتحط بخضاره وكل حاجة كده، علشان الخضار في قلب الزبادي ناعمة. ونقلبها كده. الله، السلطة دي تحطها في التلاجة، وجبة عشاء لطيفة، محتوياتها بروتين، ألياف، يساعد على الهضم، سريعة المضغ، مفيدة جدا لكبار السن، للأطفال، الحاجات الحلوة دي. ونغرفها مع بعض. نعم يا غالي، حاضر. يعني تدفع كام؟ عايز تشوف المقلوبة اهي، بص عليها. طبعا انا شلت الغطا. هتقولي ليه؟ علشان تاخد لون كده وهتبقى حلو. ما انت حاكمني بالوقت يا راجل يا طيب. الزبادي، الله، نقفل الفرن. حاضر يا فندم، شاطر، انا بسمع الكلام. طبعا لازم نحط عليها كمان رشة زيت زيتون مع بعض كده على السلطة اللطيفة دي. نجمة، حلو، شوية بابريكا حلوين. شفت السلطة خدت لون وشكل تاني ازاي؟ طبعا على الشاشة تتكلم مصر دي في كل المطابخ معروفة، سلطة الزبادي بالخيار والثوم والنعناع. الشوربة عينيا يا فندم، بروكلي على النار استوى حلو، بناخد المضرب بتاعنا، الهاند بلندر بتاعنا، يعني مش لازم يكون عندك ده، يعني ده عشان معانا والوقت، انت ممكن تحطيها في الخلاط. او انا هقول لك بالامانه، عارف انا بحبكم والله العظيم، والريف المصري والصعيد المصري واخواننا اللي بيتابعونا، انا هقول لك على حاجه لطيفه وسهله. دي بتتجاب دلوقتي مع تجهيزات العروسه. يقول لك ايه الهراسه بتاعت البطاطس البوريه دي موجوده. والله اهي يا فندم، اهي اهي،
دي مش لازم المضرب ده عشان بس اهو شفت الشوربة. هو البروكلي غلوة والتانية شكليه زي ما انت عايز. اهو انا بقى من هوات اللي مش عايز انعمها جامد تبان كده بتفاصيلها. شفت الجو بس خلاص وفرت الكهرباء ووفرت الايه الجهاز ده. هو غالي دلوقتي بصراحة يعني بلاش. عشان عارفة عشان تعمل الشوربة دي ممكن نعمل شوربة الأرنبيط ممكن نعمل ده كرفس. كرفس ملك الشوربة. الله وانا شغال. ننزل بالجبنة جبنة شيدر مكعبات هي هتسيح دلوقتي. ايوة يا اختي تحطي نشا ولا دقيق في الشوربة. هي الجبنة هتدي القوام اللي انت عايزاه. شوربة البروكلي بالجبنة هتسيح دلوقتي. اختياري انت ممكن نزود الجبنه نكتر الجبنه زي ما انت حابه مفيش مشكله. بوازن الميزانيه عادي. انا بحب الجبنه بتاعتها كتير قوي. الجبنه دي بتجيبها من عند البقال. نعم ينفع موزاريلا عادي بس هي بالشيدر حلوه. نقلب كده تلاقي الجبنه ساحت لوحدها دلوقتي. اصبري عليها كده. الشوربه دي حلوه قوي على فكره قيمتها الغذائيه عاليه جدا فيها بروتين برضه. هي الجبنه تصنيع البان والبروكلي مفيد جدا للجهاز الهضمي يساعد على الهضم ويخلص الجسم من الدهون يعني بيعالج مشاكل الكوليسترول. ساحه الجبنه لسه هوريها لك دلوقتي. شفت بدات تتقل معايا ازاي؟ تعرفها ازاي اول ما تلاقي المضرب ده تقل في ايدينا تعرف ان الجبنه ساحت. زي الفل. نجهز طبق التقديم. السلطه دي لطيفه قوي على فكره. حاضر يا فندم. عينيا ليك انت تطلب مني طلبات كتيره قوي كده لما اجي اقول لك اديني دقيقتين زياده تقول لي ما اعرفش. شفت الجبنه والقوام بتاعها؟ الله. شوربة البروكلي بالجبنة. شفت الخيوط العنكبوتية اللي اديتها لي الجبنة على وش المغرفة. يلا نغرفها مع بعض. يلا بينا. فين طبق الشوربة؟ عينيا. الله الله جاي على بالي اغرفها في الطبق ده. طبق حلو كده عشان يكفي كل افراد العائلة. اطباق الشوربة من الأطباق المرغوب فيها واللي احنا ما نقدرش ننساها في أيام الشتاء دايما ولكن المفروض انك انت تتنوعي في إعداداتها. يعني شوربة عدس ماشي، شوربة بروكلي ماشي، شعرية بالجزر ماشي، شوربة طماطم بالكريمة ماشي، شوربة مشروم بالكريمة ماشي، شوربة الزبادي بالرز عملتها ماشي، شوربة الحريرة ماشي، شوربة المنستروني ماشي، شوربة السبانخ بالجبنة ماشي. شوربة جزر لطيفة وجميلة، شوربة البطاطس بالكريمة. كل دي أنواع شرب ممكن تعمليها ما توقفيش عند العدس وخلاص. خلي بالك وإحنا كده إحنا يعني إحنا المصريين بنحب شوربة العدس بس التنوع مطلوب. نعم يا غالي. ما انا مش عايز اقول بيقول لي شوربه سي فود ده دي مش دي صيف شتاء موجوده. خلي بالك اهم حاجه شخشخ جيبك زي ما بقول. شوربه السي فود ماشي، شوربه الجمبري ماشي. انا بتكلم على الشرب اللي هي في ايام الشتاء دي. شوربه البروكلي بالجبنه. عينيا. حاضر يا فندم. نشوف المقلوبه. ليه سموها مقلوبه؟ عشان بعد ما بتستوي بنقلبها. حلو. عدل المقلوبة شوية الزبادي بالخيار. الله. جاهز؟ جاهز تشوف الحلويات؟ ادعيلي بقى ادعيلي بقى وشوف الحلويات دي. سخنة خلي بالك يعني. بص عليها. الله. بص على المقلوبة. هقلبها دلوقتي. حاضر يا غالي. بس خلونا قبل ما نقلبها نعمل تركية حلوة كده لطيفة. اللهم صل على النبي.
نجيب الاسباتيولا دي كده ونيجي في الاطراف دي كده. الله، تعمل الحركه دي، تسيبيها تهدى شويه. الله، شفت بقى ان انا اساوي الرز شويه حلوه ازاي. حلوه، معروف ان المقلوبه بتتعمل بالبتنجان زي ما بتقول الاستاذه هند، ولكن مقلوبه بالارنبيط هتلقى، مقلوبه بالدجاج هتلقى، مقلوبه باللحم هتلقى. تعالوا نقلبها مع بعض. اللهم صل على النبي، مكانها هنا، خلي بالك انا جايبها لك في النص، مش هشيل الصينيه غير لما نصلي على الحبيب. اه انا عارف كله دلوقتي عايز يشوف تحت الصينيه الحلويات تحتيها والرصه الحلوه الجميله اللي انا عملتها. تستاهل، تستاهل تتدلع. عايزك تعملها بطريقتك انت بقى يا ست الكل. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خش عليا، ايه الجمال ده؟ دلع، تستاهل انك تغازلها بالله عليك. تشوف التفاصيل، الفلفل مع البصل مع اللحمه مع القرنبيط مع الحب، لما تعملي اكله وانت عاملاها وعارفه ان هي معاكي حلوه. الجرنش بتاعها، جوزك بيحب الحار، بس خلاص. يلا بينا حلقتنا النهارده، بساطه سهوله مرونه بتفاصيل صغيره بمقادير في متناول الايد، تقدري تغيري من المطبخ بتاعك، تغيري من شكل الطبق اليومي اللي بتعمليه لاولادك. مكوناته رز وارنبيط ولحمه مفرومه، اعتقد مفيش بيت التلاجه او الديب فريزر ما فيهوش شويه لحمه مفرومين. جبنه ارنبيطيه من الراجل اللي على ناصيه الشارع مع شويه رز مصري، وعملنا طبق بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده. تقدري تقولي من لبنان ماشي، من سوريا ماشي، تحيه كبيره لكل الشعوب العربيه، من الاردن ماشي، من المطبخ العربي ماشي، من المطبخ المصري وخفه دم مصريه ماشي. سلطة الزبادي بالخيار ده عدلها، الشوربة اللطيفة الجميلة، عنوان كل صيدلي أو كل عيادات دكتور التغذية يقول لك البروكلي. تخس يا أختي بروكلي، اشرب شوربة بروكلي. أنا عملت البروكلي النهاردة بالجبنة الشيدر على طريقتي لطيفة وجميلة. رؤية وفن وإبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.